شنو رسالتك لذوي الاحتياجات وايضا رسالتك بشكل عام للناس؟ اقولهم يعني لذوي الاحتياجات انتم قادرين على كل شيء، وانتم تقدرون ان تسوون ان تحققون احلامكم، ان توصلون رسالتكم، انه كل شيء تحلمون به حققوه. سووا يعني كل شيء تخطط ببالك سوي له يعني مخطط وانجح به. ساعد الناس مثل ما انا دا اوصل رساله للناس، انتم تقدرون توصلون رساله. والله يوفقكم والله يوفق كل الناس، وكل الناس هم قادرين ان شاء الله على تحقيق احلامهم وتحقيق نجاحاتهم ان شاء الله.